الدقيقة 7 بعد عمل انطلاق من جرهير غناب وعبد القادر ضوي تمكن من تسديد كرة أرضية قوية غلطة الحارس الشيب ويتم شارك يتمكن من مداعبة نتيجة للنجم الخلادي التصويبة أرضية استقرت في شباك المحليين. يوزع وعبد القادر الضو في موقع مناسب إذا من اليمين لليسار وتوصل بها الكرة لعبد القادر الضو يسجل الهدف الثاني. الكرة الأخيرة تازة وبداخل الرجلة الحارس عبد الرحمن بعبولة. إذا هذه المرة يصوب ويفتتح التسجيل في 16 دقيقة خلع. المستقبل اعتمد الكرة الثابتة وعبد القادر ذو في تنفيذ مخالفة جانبية المدير. 9 دقائق لعب 1-2 بين أمير العمراني عبد القادر ذو مجهود فردي مميز من هذا الأخير يتجاوز علي معلول التسديد في القائم الثاني لمرمى علي جيدي والبقية هدف أول لفريق الضاحية الشمالي والأول أيضا لعبد المقابلة في دقيقتها 91 الضغط للنادي الصفاقسي والهجوم يتحول معاكس لأبناء عادل السليمي بقيادة عبد القادر ذو بذكاء كبير يمرر الخليل هنا يد اللي تمكن من التوقيع على الهدف الثاني في وقت قاتل. مع انطلاق الشوط الثاني يتمكن المستقبل من التسجيل والتصويبة ومعتز البرستي. شوفوا من جديد المحاولة والكرة الأخيرة والمرير العمراني عملية فردية والهدف بالنسبة لعبد القادر ضو. إذن عبد القادر ضو والهدف الثالث 3-0 للمستقبل نبيد على مستوى القائم الأول. وبالطبع عبد القادر ضو الحكة في مناطق الجزاء والستة. دقائق بعد عبد القادر ضو عبر مخالفة يتمكن من تعديل النتيجة. بسرعة لشباك الطرف الثاني عبد القادر ذو على هدف تمهيد من أشرف الزيتوني يمضي الهدف الثاني لقوافيقة. الخميري على اليسار يوزع لعبد القادر ذو ما فماش تسلم الدفاع متأخر يسدد ويغلط رامي جريدي 1-1 سيدي بوزيد بعد ربع ساعة لعب. نعاودوا نشوفوا عملية الهدف فماش محاصرة. الدقيقة 26 تحمل في طياتها الجديد للضيوف مخالفة في موقع مناسب لافتتاح التسجيل وعبد القادر ذو في الموعد يعطي الأسبقية لفريقه. الشوط الثاني ينطلق سريع من جديد. ضرب الجزاء ينجح في تنفيذها عبد القادر ضو. الدقيقة 90 في نهاية على طريق أولمبيك سيدي بوزيد يقلب الطاولة على المنافس. الدقيقة 42 مخالفة من نوفل اليوسفي وعبد القادر ضو يباغى تشرف كرير ويفتتح التسجيل الأولمبيك. قادر ضو أي هجوم فريق وفي العافية سيق ولسان يحط الكرة في الشباك 1-0 للأولمبي وفي التنفيذ والبقية هدف في مرمى المحوش. تثاني عبد القادر ذو مرة أخرى يكون هو صاحب الحلول وعلى إثر هالكرة الثابتة يتمكن من افتتاح النتيجة. يدوم عبد القادر ذو كل دقة يسوق وهدف أول للأولمبي. الشوط الثاني ينطلق بقوة أولمبيك سيدي بوزيد يلقى طريق الشباك مرة أخرى والمرة هذه عن طريق طيب بن زيتون مدافع الملعب الأفريقي ضد مرة بعد ذلك مباشرة خليل القيس ينجح في قطع الكرة